مشاهدي قناة شو تي في، كنرحب بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة حي لالا مريم بمولاي رشيد كازا، مع هذه الأسرة هذه مشاهدي قناة شو تي في اللي كتعيش داخل هذا البيت. بيت واحد كيعيشوا فيه مشاهدي قناة شو تي في أسرة بأكملها، هانتوما أب وأم وإخوة وخواتات ديال هاد السيدة هذه اللي غادي تكلم لنا على المعاناة ديالها داخل هاد البيت. السلام عليكم ولالا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله لالا، بارك الله فيك. عاودي لنا اختي، انت من كتعيشي هنايا؟ انا كنعيش انا وليداتي وراجلي وخواتاتي دار غير الوالدين. انا ملي خرجوني من مبروكه عطاوني استفاده، قلت غنجي هنايا لدارنا حتى نهار يفرج عليا الله، ودابا راه طالعه 3 سنين وانا يما حنا حوايجي عند الناس. دابا تا من حوايجي جابوهم ليا الناس، قال لي صافي شدي حوايجك، دابا دايره شي فوكشي وعايشه في واحد المحنه ما نقولش لك. وليداتي كينعسوا معايا رجاله كبار، كلشي كينعس معايا وانا ما حنا ما نقولش لك. والدار اللي عطاوني الله يجازيكم بالخير راه بدلوها ليا، راه حيدوا ليا ثلاثه ديور، وهذه الاخره هذه اللي عطاوني دابا، هذه الاخره راه اربعه ديور، دابا اربعه ديور. كيفاش كيعطوك الدار وكيحيدوها لك؟ ملي كتعطلي كيحيدوها لك، ملي كتعطلي كيحيدوها لك، كتعطلي دابا هذه الاخره، هذه الاخره اللي بقات ليا. ودابا ما خلصتيش فيها ما تاخديهاش؟ ما تاخديهاش. وفين غادي نمشي اختي؟ حوايجي وبولادي ما عنديش فين نمشي. دابا كنطلب من الله، الله يجعل سيدي ربي يسهل لهم طريقهم باش ما كان يعاونون. واخا هنايا كان... داخل هذا البيت كتعيشي انت والزوج ديالك ووليداتك وجوج خواتاتك، كيفاش كتعيشوا في هذا البيت؟ واحد يعني كتنعسوا؟ كنعسوا، كنا بحال هكا، كلشي ولادي كينعسوا معايا انا، واختي هي واختي تينعسوا في هذاك البيت اللي ملي. وليداتك شحال كعمرهم؟ واحد عنده 32 عام، الصغير عنده 20 عام. يعني كاين حداكم كلشي كينعس هنا، كلشي كينعس هنايا. واخا والزوج ديالك فاش كيخدم؟ بالناي، مره يخدم مره ما يخدمش. تيخدمت خدمه، هذا ما عندوش خدمه رسميه، خدمه راس. وما كيقدرش يتمشى واقيلا، قلتي لي شويه تا هو تي معاك يضروا رجليه، بقاش كي العكاز وكيخدم؟ لا ما دايرش العكاز، المهم رجليه كيضروا بجوج، مسكين كيعالج غير بالدواء. وانتي باش مريضه؟ لا عندي البروده، عندي البروده ديال الزيرو. ما تقدريش تمشي؟ لا بالعكاز تنقدر، العكاز ما توقفيش. والبراوات هادشي باش عايشه الحمد لله. كنطلب من الله وسيدنا الله ينصروا لينا، الله ينصروا لينا، كنطلب من الله يعاونوني. اقرب وقت داري غتمشي ليا وما عنديش كيفاش غادي ندي. يعني الدار الرابعه اللي غتمشي لك؟ الدار الرابعه اللي غتمشي لك. حول ولا قوه الا بالله. واخا كيفاش كتعيشوا داخل هذا البيت يعني بوحدكم؟ كيفاش كتصرفوا؟ كيفاش كتعيشوا في الغرفه؟ عايشين مع الناس، مع الجواد بحال وجهكم، كيعطيونا الناس كنقضيو به هادشي اللي كاين. واخا وليداتك ما كيخدموش؟ الدري ما كانش خدام، كان قاري وما نجحش. واخا شحال وعندي واحد قالوا لكم خصكم يعني دابا عندي دابا الدري كان خدام في واحد ارواج شي ديال اوراج وبرك نادو داروا لي لاسينيس، دخلوا في لاسينيس. ملي هذا ما لقيناش كي نديرو، قال بقات لكم ربع شهور ولا 6 شهور، وحنا ملي مشينا نسولو قال لك هذيك ربع شهور ولا 6 شهور اللي بقات لك غتمشي لك الدار، خاصك تخلصيها في اقرب وقت. شحال وما عنديش؟ شحال اليوم خاصك تخلصي انت والزوج ديالك ولادك؟ خاصني نخلص 10 المليون. 10 المليون والتوتال ديال اللي خاصك تخلصي فيها هي 10 المليون؟ هي 10 المليون، حيت الدوله مخلصه علينا، خلص علينا الناس. أبواب ما خليت، ما خليت فينا بانكا فين مشيت. اللي مشيتي تيقول لك السن كبير عند الراجل، الدراري ما كاين، ما عندهمش امكانيات يعني باش ما كاينش امكانيات باش غادي يخلصوا. هادشي اللي كاين صراحه مزيانه، ما عندهمش امكانيات باش غادي يخلصوا. كنطلب من الله الناس يعاونوني اللي شاف من حالي، كنطلبهم من الله. غتمشي لي هادي حيت هادي اللي بقات. وشحال كيعطيكم تقريبا ديال المده باش انكم خصكم تخلصوا؟ ملي 7 شهور 4 شهور بحال هكا خصك تخلصي لهم. ولا ما خلصتيش؟ علاش حنا درنا الروطار في الديور الاخرين حتى تعطلنا عليهم؟ كل وحده تتكملي فيها عام، ما عنديش باش نخلص. هادشي اللي كاين. الرساله ديالك لالا اليوم للناس اللي كيشوفوا؟ كنطلب من الله يعاونوني باش ما سخاهم الله، اي مراه ولا راجل اي واحد، كنطلب من الله يعفكوا عليا باش ما كان. راني عايشه في واحد المحنه ما نقولش لك، انا في حاله وما كنعش ومرض وديما الدواء ديما الطبيب، ما نقولش لك زدت كملت اللي بقى لي، ما كانش لي حن فيا. الدار اللي مشيت ليها تيقول لك ما عنديش، الدار اللي تحليتي لها تقول لك ما عنديش،
اش غادي ندير؟ كل واحد عاود فاني راه كاين بعض الناس مساكن كيبغوا يعاونوا ولكن ما كيلقاوش بها. اه راه الله يحسن العون وصافي. 10 عاود الحمد لله 10 مليون طبعا ماشي سهله. نتمنى ان شاء الله من خلال هذا النداء ديالك اللي وجهتي للناس ان شاء الله ان شاء الله انه يعاونوك من خلال رقم التليفون اللي خليناه لك في اللايف، يعني يتصلوا بك ولو بعدا غير بالقليل ان شاء الله. هاد سميتو الشركه اللي غادي يعني اللي عطاتك الاستفاده هكا، واش ما كاينش شي حل من غير انهم؟ لا ما عطاونا حتى حل، قال لك الحل الوحيد خاصك تخلصي كاش كاش. يعني ماشي زعما كل خطوه. لا ما لا ما بغاوش ما بغاوش، قال لك خاصك تخلصي كاش. حيت هما مخلصين لك ديجا، مخلصين خاصك انت تخلصي لهم تكملي لهم اللي بقى. ايوا هادشي اختي اللي كاين. انتم غتشوفوا كنتوا عايشين في كريان ياك؟ لا كنت عايشه في مبروكه انا. اها وعلاش خرجوكم؟ الدار الى السقوط. الدار الى السقوط وجا المخزن. يعني ما كنتوش في يعني في كريان؟ لا كنا حنا في الدار في مبروكه، اما اللي جات الى السقوط صافي خرجنا المخزن. وعطاوكم يعني تعويضات؟ وعطاونا تعويضات في بوسكوره. مشاهدي قناه شوف تي في الله يجازيكم بخير، نتمنوا انكم وكنصل مالك مولاي الحسن الثاني. شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء. خليك بلاتي.